ده حسام بيه قبل سرور، انا شفته من العين السحريه. افتحي له بسرعه يا بت. حاضر من عينيا. خد يا ابو. طب وايه اللي جاب سيرته؟ اتفضل اتفضل يا حسام بيه نورني. ايه يا بت؟ سيباني ساعه ملطوعه على الباب. ازيك يا سرور؟ اهلا اهلا يا حسام بيه. اتفضل. صدرك هيتحرق من المعسل دوت يا سرور. دي معمره يا حسام بيه. زي قلبك الجميل يا جميل. الله 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 الله، ده انت ذوقك مش حلو بس في الحشيش، ده حلو قوي كمان في النسوان. قصدك توحة؟ دي الفابوري عندي دلوقتي يا حسام بيه. ما انا عارف. هو نايم على وداني ولا ايه؟ اهلا يا حسام بيه. ازيك يا عجوة؟ طبعا مش انت اللي شاقت فلقة القمر دي، كمان عارف ان ذوقك زفت في النسوان. مش انا، يا احلام. الا ايه الخطوه العزيزه دي يا حسام بيه؟ في مراقبه جديده عليك اليومين دول، انا حاولت اصرف النظر عنك شويه بس ما عرفتش. في اخباريه جايه من المديريه مخصوص علشانك. الله، طب ما كنت تبلغنا بالتليفون يعني؟ ابدا، كنت معدي من تحت قلت اجي اشقر على بناتي الحلوين، وبالمره التليفونات مش مضمونه اليومين دول، كله متراقب. ايه ده؟ حتى تليفونات الضباط؟ دي الحوسه. ده اكتر ناس تليفوناتهم متراقبه دلوقتي هم الضباط. طب والعمل؟ مفيش، هدم اللعب شويه اليومين دول. يعني اعمل ايه؟ هكتب يافطه واقول مغلق للتحسينات؟ الله يجازي شطارك. انا اللي اقول لك تعمل ايه برضه؟ ايه يا سرور؟ هو احنا نقضي على الناشف كده؟ مفيش حاجه نشربها ولا ايه؟ لا من عينيا. توحه يا حبيبتي، هاتي الصاروخ لحسام بيه. يا اختي شيرين في فوازير رمضان. ادي الحاجه، ادي الحاجه. بس يا هبله. حاضر يا ابو. حلاوتك. بقول لك يا سرور. ايوه يا حسام بيه. وبيخلي توحه تعدي عليا في الشقه عشان تنظفها لي، الدنيا هناك مكركبة على الآخر. شوف ازاي. أموري يا أبلة. يلا يا توحة، عايزاكي تروحي لصديق مخصوص. وعلى راسه ريشة ولا ايه؟ ما يجي هو هنا. لا يا حبيبتي، وانتي الصادقة على كتفه دبورة. يا لهوي ظابط. حسام بيه اللي احنا يا حبيبتي شغالين تحت ظله وحمايته. طب ما تبعتي له اي واحده تانية، اشمعنى انا يعني؟ لا ده هو ليه طبع غريب كده، لازم اي بنت جديده عندي تروح له. ده زعل قوي لما عرف انك بقالك مده عندي وما رحتلهوش. ماشي، اروح له فين وامتى؟ هتروحي له بيته. يلا البسي بقى وفخده هيوصلك. حاضر من عيني. حبيبتي تسلم عينيكي يا حلوه. عارفه يا بت لو انبسط منك هيمنجهك وينغنغك قوي 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 زيه. يعني زي اي زبون؟ زياده في ايه؟ زبون ايه؟ صديق، صديق مخصوص. دي تفرق بقى، صديق مخصوص عن زبون تفرق. حلاوتك يا سرور. يلا يا حبيبه قلبي وضبي نفسك، عايزاك تبقي على سنجه 10 قمر 14. يلا بسرعه. عينيا. ايوه ايوه ايوه. حسام باشا، توحة يعني تفتح. اتفضلي. ايه ايه ايه؟ انت رايح فين؟ انا مش هخش استناها لغاية ما تخلصوا عادتكم وتتكلموا كده وبتاع، واخدها ونروح سعادتك ولا ايه؟ ولا ايه؟ اتفضل. الشنطة. لا مؤاخذة يا باشا، الكيسة بتاعتي بس. تحت أمرك. تعال. انت بقى توحة؟ خدمتك يا باشا. انا توحة عادية يعني. امال ايه الكلام الكبير اللي بيقولوه عليك ده؟ عادية؟ ده انا مش عادية ابدا يا باشا. بكرة لما تعرفني هتحبني على الاخر. ده كلام علمي، وانا اقدر التفكير العلمي فعلا. النظرية لا تثبت الا بالتجربة المعملية، والمعمل قدامك اهو. لا مؤاخذة يعني يا باشا، هو حضرتك ظابط ولا دكتور؟ لا دكتور.
دكتور مسالك عاطفية. طب تحب لون ايه بس؟ انا احب الالوان الطبيعية. ايش طيب ايش؟ يلا هاتي الكيسة وتعالي. تفضلي بس. يا بنت اللذينة، وعرفت ازاي يا بنت تهربي من الجواز؟ استنيت لما امي دخلت الحمام وخرجت من غير ما تحس. جدع يا بنت، هما فاكرين ايه؟ عايزين يجوزوكي راجل قد ابوكي؟ وز لو مدام عايدة ولا فدوى ولا اي حد شافوكي انت ما شفتنيش. ها ايوه طبعا، انا هبله هقول لهم انت فين ولا بتعملي ايه ولا شفتك ولا اعرفك. قولوا لي بقى الفتره اللي فاتت دي عملتوا ايه من غيري؟ الست وزه يا اختي حبت ولا طالتش؟ ده اولا. يخرب بيتك، حبيتي سيد حرامي الغسيل ولا ايه؟ لا حبت ظابط وادها بقى ايه الخزون متين. خرابي، وعرفتي الظابط ده منين اصلا؟ خلاص بقى يا خوخ هبقى احكي لك بعدين، انا ما صدقت اتنيل انسى. انا ام هعرف برضه. وانت بقى الهانم اخبارها ايه؟ ايوه كده عندك نظر، انا فعلا الهانم بتاعتكم. مش هتنيلي. وعشان اثبت لكم يا كلاب انا عازمكم النهارده على الجاكوزي. ليه الجاكوزي ده؟ جاكوزي. الجاكوزي ده يا بنت حاجة كده ايه، تروحي اللوكاندا تقعدي في البانيو يطلع عليكي البخار كده هوت يسيح كل القشف، وبعدين يقعدوا بقى يدعكوكي بترمس مجروش، وبعدين تغسلي الترمس يدهنوكي بعسل، بعد ما تدهني بقى بالعسل تحطي بقى كريم، تفردي بقى كريم على ايدك وعلى رجلك وعلى رقبتك لغاية كده ما تبقي سايحة ونايحة. حمام بلدي يا. نروح نستحمى عند الناس الغرب؟ ما احنا عندنا حمام متلقح جوه، الا ما حد فيكم عتبه ولا استحمى. انا مش فاهمه، ومصحف الجهل اللي انت فيه يا بنت. الجاكوزي ده حاجه تانية خالص، حاجه كده بيروحوها الهوانم يطلعوا ملعلطين منها. ماشي. هي عرفته اصلا منين البت دي بتروح حتت غريبه؟ عرفت منين الحاجات دي؟ عرفت منين الحاجات دي؟ عرفته من قبل سرور، كانت مره بعتني عند زبون نظيف قوي، قالت لي روحي بنت تليفي الاول، ومن ساعتها بقى كل ما امسك قرش في ايدي اروح اتليف وابره. طب هتتليف امتى؟ دلوقتي لو عايزين قوموا يلا. وانت يا اختي ما خدتناش معاكي قبل كده ليه؟ وانت يا اختي حد بيشوفك ولا حد عارف انت فين ولا بتروحي فين ولا تيجي منين؟ ليه يا اختي؟ ما طول الوقت متنيله، يا قاعده في بيت ابويا وامي يا بلف على كعب رجليا علشان اتنقل على عيني ابيع البضاعه عشان اجيب فلوس، يا اما قاعده في خلقتكم انتوا الجوز. طب قوموا يلا يا بنات، قوموا انا عازماكم، قوموا يلا البسوا وخدوا غيار جديد معاكم. ونتليف؟ انا راشقه. يلا. راشقه؟ جبتي يا اختي الكلمه دي منين؟ بقيتي بتتكلمي مصري زينا، فين لهجه الفلاحين؟ جو سوي. صح، البنت خلاص فعلا بقت جو سوي. زيكم ايه؟ ايه جو سوي ده؟ بكره اقول لك، ده سين ما بيننا سين عمي. يلا يا بنت انت وهاي هنروح نستحمى. خدوا غيارات معاكم. انت هتفضحيك. قومي. ما عنديش غيارات.